إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، رجعنا لكم مرة أخرى في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام ثانوية الشريف الإدريسي التأهيلية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين بمنطقة بنمسيك. لحظات قليلة وتسد الأبواب ديال المؤسسة على الساعة 8:10 وواحد 10 دقائق ديال المهلة اللي عطاو التلاميذ اللي غيقدروا ينوضوا معطلين واللي غيقدروا يجيو معطلين. الله يحسن العون، كاينين ظروف اللي ما كيقدرش يتحكم فيها الانسان، كما كتشوفوا معنا هادو تدابير احترازيه ووقائيه اللي قاموا بها جميع المؤسسات، مشكورين اكيد منها مسافه الامان، باب الدخول باب الخروج، الكمامات، الواقي، المعقمات، اشياء اللي قامت بها وزاره التربيه الوطنيه اكيد بتعاون مع وزاره الصحه من اجل انه يمروا الامتحانات في اجواء صحيه. اذا صافره المؤسسه تعلن ان الوقت سال، ان الابواب سدات. كنتمناو اكيد ان كل التلاميذ يكونوا دخلوا المؤسسات ديالهم وغيبداو الامتحانات ديالهم، وكنتمناو لهم التوفيق وحتى شي واحد ما يجي معطل. كما كتشوفوا معنا انهم مازال كيترقبوا كيشوفوا لا يكون شي واحد جاي بعيد ومازال ما وصل. عندكم امتحان؟ لا انا قلت سير بعيد. الله ينجح جميع المقبلين على الامتحانات البكالوريا ولا اي امتحان، الله ينجحهم والله يوفقهم. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان الكل يكون دخل في الوقت المناسب، وما كاينش روتار لاي تلميذ ولاي متباري. بكالوريا هذه السنة ديال 2020 هي بكالوريا استثنائية، بكالوريا في زمن كورونا، أكيد غتبقى في الذاكرة ديال كل من اجتاز امتحانات البكالوريا، وأيضا في ذاكرة المغاربة اللي عندهم وليداتهم أو خوتهم أو أحد الأقارب ديالهم، في ذاكرتنا جميعا. مرمر صف صف امين يا ربي سهل عليهم، حتى انا بنتي عندها الباك، الله يسهل عليها والله يسهل على الجميع. الله يسهل على كاع الوليدات. الله يشافيها مسكينة والله يوفقها يا رب، ان شاء الله غادي تصح، غير يحطوا لها الاسئله وغادي تصح. هناء دعوا معي نهار 2
الله يوفقك يا بنتي، والله يوفق الجميع، الله ييسر لكم الأمور. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتم معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء من أمام ثانوية الشريف الإدريسي التأهيلية بمنطقة بنمسيك. الأبواب تسدات، اللي غيدوزو امتحانات بكالوريا راهم لداخل. كنتمناو اليوم التوفيق إن شاء الله، وأن هاد الامتحانات تمر في واحد الأجواء رائعة وكل صحة وسلامة للجميع، وبالتوفيق إن شاء الله. إلى اللقاء في مباشر آخر بعد قليل.